خلونا نتابع دلوقتي أخبار السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا بتقول إيه على مهرجان العالمين، سواء الفنانين أو مرتدي السوشيال ميديا بشكل عام. وخلونا نبتدي مع الفنان كريم عبد العزيز، واللي نشر على صفحته الخاصة على إنستغرام بوست فيه أكتر من صورة من مسرحية السندباد. وكتب كريم على البوست: انتظرونا بمهرجان العالمين الجديدة أيام 8 و9 و10 أغسطس. البوست في الحقيقة حقق تفاعل كبير من الجمهور، واللي كانوا مبسوطين جدا بعرض مسرحية السندباد في مصر، وده ضمن فعاليات مهرجان العالمين.